على نفسك متفق عليه. هذا الحديث سبق معنا نصفه تقريبا وبقي معنا بعض جمله. إذن قوله قول أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الأول أي الأعمال أفضل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله والجهاد في سبيله، هذا تقدم. السؤال الثاني قال قلت أي الرقاب أفضل، قال عليه الصلاة والسلام أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، هذا أيضا تقدم. توقفنا عند السؤال الثالث. السؤال الثالث سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت فإن لم أفعل، يعني فإن لم أفعل ما ذكر ما تقدم شنو ما سبق، أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، يعني إذا لم أفعل ذلك مثلا ما كانتش عندي رقاب باش نعتقها لا أستطيع فعل ذلك، واش كاين شي عمل آخر ممكن نديروه. أش قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق، جوج الحوايج، تعين صانعا وفي رواية تعين ضائعا. صانعا هو العامل، صانعا أي عاملا فاعلا، بمعنى قال ليه لا بغيتي الأجر وبغيتي الخير ومن الأعمال الفاضلة، لأنه وسول أي الأعمال أفضل، قال تعين صانعا. ما معنى هذا؟ بمعنى إذا لقيتي شي حد يفعل فعلا ما ويحتاج إلى من يعينه، شي واحد من المسلمين مثلا يحمل متاعا، كيهز واحد المتاع ويحطه في سيارته ولا يحمله من سيارته يدخله إلى بيته، أي عمل من الأعمال وهو محتاج اللي يعاونه، تعين صانعا هذا عاملا يعمل هذا العمل، تعينه ترفع متاعه مثلا إلى دابته إلى سيارته أو تنزله من سيارته إلى بيته أو نحو ذلك، أي عمل تعين به مسلما محتاجا إلى إعانتك، هذا هو من أفضل الأعمال. لأن الصحابي غاش كيسول على أفضل الأعمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الأول الجهاد في سبيل الله ما لم يفعل، اعتاق الرقاب لم يفعل، إذا لاش ندير تعين صانعا، واحد كيقضي شي شغل ومحتاج اللي يعاونه فإذا أعنته فلك صدقة، مار انت مار بالطريق بان لك شي واحد جارك ولا صاحبك ولا واحد من عامة المسلمين كيقضي شي حاجة ومحتاج اللي يوقف معاه، محتاج اللي يشد معاه اللي يهز معاه اللي يحط معاه، ما كاينش، إذا أعنته واحتسبت ذلك لله فإن هذا يعد صدقة ويعد من أفضل الأعمال. قال تعين صانعا، هذه الأولى. ثانية أو تصنع لأخرق، الأخرق هو الذي لا يعرف كيف يقضي أموره، الإنسان التائه، وهذا الشيء كيوقع الكثير من الناس يحتاج مثلا لبعض الأمور معينة ولكن لا يعرفها لا يتقنها لا يحسنها، ما عارفش مين يبدأ ومين يأخر، ما عارفش مين يجي، تعين هذا أحوج من الأول، الأول راه عارف اش كيدير غير هو محتاج اللي يعاونه، لكن هذا تصنع لأخرق هذا كيحتاج أنك أنت تصنع له، يعني أن ترشده إلى السبيل إلى سبيل العمل، لا نصنع لأخرق. واحد الإنسان يريد أن يفعل فعلا ما لكن لا يعرف من أين يبتدئ، لا يعرف من غيب ده مثلا، واحد بغي في زمننا هذا واحد من الناس يريد استخراج وثيقة ما، واحد الوثيقة هو محتاج لها لقضاء غرض ما، يريد استخراج وثيقة لكن ما عارفش من يبدأ، فين يمشي وعند من يجي وشكون يقضي لي الغرض، لا يدري من أين يبدأ، هذا هو الأخرق. إذا الأخرق شو مقصود به هنا؟ هو الذي لا يحسن ما يحاول فعله، شي حاجة باغي يديرها ولكن لا يحسنها، ما عارفش طريقة، ما عارفش من يمشي ليها. وهذه راه ماشي دائما تكون صفة ذم، ماشي دائما يذم الإنسان بها، يقدر شي واحد من الناس شي أمر من أمور الدنيا ليس من اختصاصه ولم ينشغل به قبل فيعد فيه أخرق، فذاك الأمر هو أخرق لأنه لا يحسن ما يحاول فعله، باغي يدير شي أمر ما عارفش من يبدأ، فأنت عارف هذاك الشخص ما عارفش، جيتي وريتي قلتي شو إلا بغيتي تقضي كذا، ها فين تمشي وها فين تجي ولا ها شنو خاصك دير ولا هكذا، ولا توقف مع هذا وتوريه فين يمشي وفين يجي وشنو يدير وشنو يهز وشنو يحط وباش يبدا وشنو يأخر، هذا هو أو تصنع لأخر، واضح المعنى؟ إذا إما تعين صالحا عارف اش كيدير لكن محتاج
الى من يعينه، هذه الاولى. ثانيه، واحد ما عارفش من يبدا، باغي يقدموا على واحد العمل معين لكنه لا يحسن ما يحاول فعله، لا يتقن ما يحاول فعله، فاذا ارشدته كان لك بذلك صدقه. غير ترشدو تقول لي شوف بغيتي تقضي، انا راه عندي تجربه عليك، انا عندي خبره سبقتك بهذا، ولا انا تخصصي هذا، هاش كيفاش خاصك دير، خاصك دير كذا وتبدا من كذا. او بالخصوص يتاكد هذا اذا استنصحك، جاء عندك وقال لك انا ما عارفش، هذا الامر جديد عليا ولم افعله من قبل، ما عمرني ما احتكيت به، فماذا افعل؟ استنصحك، بغاك ترشدو، فيتعين عليك ان تنصحه. فاذا نصحته كان هذا من افضل الاعمال اذا احتسبت الاجر عند الله. حاول تنصحه ولا توقف معه كذا، واحتسب الاجر عند الله، فلك بذلك اجر عظيم عند الله عز وجل. اذا فمن الفرق بين تعين صانعا او تصنع لاخرق؟ تصنع لاخرق تعمل، تعمل انت غتعمل لي في بلاصته. شكون هذا؟ يحاول فعل امر ما ولا يحسنه، لا يتقنه، لا يعرف من اين ياتيه، وانت تعرف من اين تاتي، فترشده الى ذلك. وهذا ممكن يكون في امور يسيره، ماشي ضروري تكون شي امور صعيبه، ممكن يكون امر يسير، يسير سهل، ولكن لم يسبق له فعله من قبل، ما عندوش تجربه فيه. فانت اذا صنعت له، قلت لي بلاتي بلاتي انا نقضي لك هذا الغرض هذا، وصنعت له ذلك بيسر وسهوله، بالنسبه لي هو كان سيشق عليه ذلك. كون خليتيه بوحدو هو سهل، لكن ما عرفش طريقه، كان ممكن يشق عليه، ممكن يشق عليه ويضيع فيه وقت كبير ويمشي ليه جهد كبير، وهو سهل يسير انت عارف، فتعاونه وتوريه كيفاش يقضيه مره اخرى ليسهل عليك، هذا او تصنعه باخر. قال ابو ذر عاودت، قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ أبو ذر رضي الله تعالى عنه بغى يستفد من جميع الجهات، كيحط للنبي عليه الصلاة والسلام جميع الاحتمالات، كيسولو على جميع الاحتمالات، لأن هذا السؤال هذا اللي يسولو دابا راه غير على سبيل الفرض والاحتمال، راه جاب إن كدل على الفرض والاحتمال، غير على سبيل، شوف قال ليه أرأيت يعني أخبرني إن ضعفت عن العمل، هو دابا ما ضعفش، لكن لو وقع كيسول على جميع الجهات باش في كل حالة من الأحوال يعرف كيفاش يتصرف. فهمت؟ عنده الرقاب يعرف شنو يعتق، ما عندوش الرقاب يعرف شنو يدير من الأعمال اللي يتقرب بها الله تعالى. ضعف عن العمل ما دار لا الأول ولا الثاني ولا الثالث مما سأل عنه، يعرف أش يدير من بعد، واش واضح؟ إذا يسأل عن جميع الاحتمالات وعن جميع الحالات اللي ممكن يوقع فيها هو ولا يمكن يوقع فيها غيره من المسلمين. يا رسول الله أرأيت أخبرني إن للفرض إن فرض أني ضعفت عن العمل، ما قدرتش ندير هذا الشيء كامل، واش كاين شي عمل سهل يسير وعندي فيه الأجر؟ قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم كاين، ولاحظوا هذا العمل اللي غيقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم دابا، يستطيع أن يعمله كل مسلم، أي مسلم يقدر يديره وفيه الأجر. وفيه ثواب عظيم عند الله تعالى، واي واحد يقدر يديره، ما كاينش شي مسلم ذكرا او انثى يقول لك انا ما نقدرش عليه، واي مسلم ممكن يديره، ما كاينش شي مسلم يقول لك لا انا غير مخاطب به، هذا جميع المسلمين مخاطبون به، اي مسلم ممكن يتقرب به الله وعنده فيه الاجر. نعم، شنو هذا؟ قال له تكف شرك عن الناس. اي مسلم ممكن يتقرب بهذه الله سهله ومخاطب بها اي مسلم، لان اي مسلم عنده فيه شر الداخل، نعم، اي راه ما دمت انسانا راه مركب فيك داعي الخير وداعي الشر، مركب فيك هذا وهذا. بغيتي الصدقه؟ صدقه تكتب لك عند الله، صدقه يكتب لك بها اجر وثواب عند الله. اقل شيء ضعفت عن العمل ما قدرتي دير والو، كف شرك عن الناس، سواء كان الشر باللسان ولا بالجوارح. ممكن يكون الشر باللسان، ممكن يكون بالعين، بالهمز واللمز والغمز، يمكن ان يكون بالاشاره، باي حركه، باي فعل من الافعال ديالك. صافي غير كف شرك عن الناس. امسك شرك عن الناس، لا تؤذي مسلما، فلك بذلك صدقه. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اللي كنسوق معنا، المسلم حقا زعما الكامل في الاسلام ديالو، من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم كامل الاسلام اللي هو الانموذج الصحيح في الاسلام، هو من سلم المسلمون من
لسانه ويده. سلم المسلم من شر لسانه وشر يده. السلامة مناش من أذى اللي ممكن يكون إما باللسان ولا يكون بالجوارح. هذا أقل شيء تأخذ به الحسنات وتأخذ به الأجور. وعدتني في المقابل باش تنتابه وترد بالك، وهذا عدتني أسهل شيء ممكن تجني به بزاف السيئات. لا تنقصد عموما باللسان وبالجوارح وكل هذا أن تكف شرك عن الناس، لأنك انت بين أمرين، واحد من الجوج، إما تكف شرك وأذك عن الناس فلك الصدقة ولك الأجر والثواب، وإما أن تطلق لنفسك العنان ما تشدش راسك، تطلقها ترسلها، أن توصل نفسك فتتكلم ولا تشير ولا كذا بأي حركة من الحركات تؤذي الناس، فتجني بذلك أوزارا وسيئات كثيرة، ربما تعمر الكيس ديالك بالسيئات بسبب هذا الأمر. إذا عمل ديال الخير يسير، وفي المقابل راه ممكن الإنسان يكسب بضده إلى ما داروش، يكسب بضده أوزارا كثيرة وكذلك بسهولة وبيسر. جالس مع راسه ولا هم له ولا شغل إلا الكلام في الناس، علاش فلان دار ولاش فلان ما دارش ولاش دار معايا كذا إلى آخره. إما كلام ولا سوء ظن، راه تقدم على إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. سوء ظن غير سوء ظن بالمسلمين، يحمل الحقد والبغض والكراهية للمسلمين لا لشيء غير سوء الظن. عنده مقدمات في راسه وبها يسيء الظن بالناس ويبني عليها أمورا، كيبني عليها أن فلان فعل ولا دار ولا غير يقول لي ولا شيء من ذلك. إذا ها هو باب الخير قريب ويسير سهل، اللي هو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. تصدق من راسك على راسك، تتصدق من نفسك على نفسك. كيفاش تصدق على راسك؟ صدقة غتحصل منك، ماشي شي غدغري يتصدق عليك، ما غيتفضل عليك حتى حد، انت سيدي اللي غتصدق. الصدقة غتكون خارجة منك، وعلى من؟ على نفسك، خارجة منك على راسك. إذا ما غيتفضل عليك حتى شي حد بالصدقة، وما غتفضل على حتى شي حد بالصدقة، غتصدق من راسك عليك. كيف؟ بأن تكف شرك وأذاك عن الناس. وهاد أن تتصدق من نفسك على نفسك، واش لك بذلك أجر؟ ولا تقول لا أنا لست أهلا للصدقة، لا عندك أجر عند الله تعالى. ولو كنت أغنى الأغنياء، هذه صدقة معنوية ماشي مالية، ماشي صدقة مادية هذه، لا، هذه صدقة من حيث الأجر والثواب، من حيث الأثر. واضح المعنى؟ إذا المراد بالصدقة هناش أثرها اللي هو الأجر والثواب والحسنات. إذا شنو معنى فهي صدقة منك على نفسك؟ يعني أنك تملأ كيس حسناتك بالأجور بفعل هذا الفعل اللي هو أن تكف شرك عن الناس. طيب فإن قال قائل: كف الشر عن الناس هذا ماشي فعل، هذا ليس فعلا، لأن الكف هو إمساك النفس، الإنسان يكف نفسه يمسكه، وبالتالي لم يفعل. الجواب أن الترك يعد فعلا، هذا الإمساك راه فعل في الشرع، في الشرع يعد فعلا لك به أجور وحسنات، والترك فعل في صحيح المذهب، ترك هذا يعد فعلا ولك به الحسنات والأجور. إذا هذا حاصل الحديث. الحديث الثاني في الباب عن أبي ذر، إذا تهوى رواه لنا عرصة أبو ذر جندب بن جنادة، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. أبو ذر جندب بن جنادة هو الغفاري المنسوب إلى بلده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. حديث عظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجملة الأولى تحتاج منا إلى وقفة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. شنو هي السلامة؟ السلامة هي العظام اللي في البدن ديالنا، العظام اللي كتكون في الإنسان، وقيل هي مفاصل العظام، هي المفاصل، المفصل اللي كيكون بين عظم وعظم، سواء كانت صغيرة شتي هذه ديال الصباع، هذه تعتبر مفاصل. إذا المفاصل ديال البدن كلها
سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حتى ديال الأصابع هذه مفاصل. شحال هي المفاصل؟ أو لأن السلامة بعضهم قال هي العظام وبعضهم قال لا، السلامة هي مفاصل العظام. مفاصل العظام هي اللي كتفصل بين عظم وعظم، تعرفوا راه كيقولوا المفصل، هذه لغة صحيح، هذا في اللغة العربية يقال له المفصل واحد. فالإنسان البدن ديال الإنسان شحال فيه من مفصل؟ قال كثير من أهل العلم فيه، من أهل التخصص، فيه 360 مفصلا، 360 يقال مفصل ومفصل، كما يقال مرفق ومرفق. فيه 360 مفصلا في البدن ديال الانسان. هنا اش كيقول لنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ شوف في الاول غيجيكم الامر صعيب وفي الاول غيبان لكم سهل. اش قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصبح على كل سلامه من احدكم صدقه، بمعنى كل صباح كل نهار واجب على كل مسلم صدقه على كل مفصل من مفاصله، لان السلامه راه مفرد، هذا ماشي جمع، مفرد هو المفصل الواحد. اذا بدايه الحديث كيبان لنا الامر صعب، كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح، لانه يصبح بها يدخل في الصباح، كل صباح كيكون واجب على كل مسلم صدقه يتصدق بها على كل مفصل من المفاصل اللي عطاه الله تعالى. اعطاه 360 مفصلا، اذا خاصو 360 صدقه. لكن غيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد الاعمال تنوب عن ذلك كله. لكن قبل ان نتحدث عن ذلك، اعلموا ان المراد بالصدقه هنا ماشي غير الصدقه الماليه، لا، كاين صدقات اخرى معنويه اللي هي اعمال البر. حتى اعمال البر كتسمى صدقات. اذا كل مفصل خصنا كل نهار نخرجوا الصدقه عليه شكرا لله تعالى على المفاصل اللي عطانا وهي 360. ولكن الصدقات ماشي ضروري تكون دراهم ودنانير ولا ريالات، ماشي ضروري تكون ماليه، ممكن الصدقه تكون عباده كنتقربوا بها الله تعالى، صدقه معنويه. ولهذا اش قال لنا من بعد؟ كل تكبيره صدقه، كل تهليله صدقه. الى جا شي حد مثلا ودار من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح في اليوم ديالو كامل من الصباح من الفجر حتى الفجر الموالي، جمعنا داك التسبيح والتكبير لقينا كيعادل 360، اذا بالتالي غيكون دار صدقه على كل مفصل من مفاصله. نعم دار صدقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من بعد فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. إذا لا الإنسان حافظ غير على أن يسبح دبر كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 33، عنده في خمس صوي ويختم لا إله إلا الله، عنده في خمس صلوات 500 صدقة. فتجزئ عن ذلك ولا لا؟ تجزئ عن ذلك بإذن الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا واحد العمل من بعد يجزئ عن ذلك كله، لكن مازال ما وصلناش ليه. اذا بعد قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. قال لنا وامر بالمعروف صدقة. امرت احدا بالمعروف، كيف ما بغى يكون، امرت زوجتك، ولدك، جارك، اخاك بمعروف، قلت له يا فلان صلي، يا فلان اقرأ القرآن، يا فلان نهيت عن المنكر، لا تفعل كذا، نهيته عن محرم او امرته بمطلوب، سواء كان على سبيل الوجوب والاستحباب، فلك بذلك صدقه في الامر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. بل قال اهل العلم كل شيء يقرب الى الله تعالى من قول او فعل فانه صدقه. اي شيء دار الانسان كيقرب الله عز وجل من قول او فعل فانه له به صدقه. طلب العلم صدقة، قراءة القرآن صدقة، وهكذا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى اش قال لنا؟ ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ويجزئ من ذلك، شنو هو من ذلك؟ هذيك يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، اللي هي 360 صدقة. ما الذي يجزئ عنها؟ يجزئ عن هذيك 360 صدقة ركعتان يركعهما المسلم من الضحى، أي في وقت الضحى. هذا الركعتان اللي هما ركعتا الضحى يستحب للمسلم صلاة أن يصليهما من بعد طلوع الشمس بمقدار رمح، دابا بمقدار رمح ما كيعرفوش الناس مقدار رمح، يعني حوالي ربع ساعة،
15 دقيقة بعد طلوع الشمس حتى 20 دقيقة، من هنا تبدأ يبدأ وقت الضحى إلى ما قبل الظهر بربع ساعة تقريبا، إلى ما قبل الظهر بربع ساعة تقريبا، لأن ذلك الوقت وقت نايم. هذا كله وقت لصلاة الضحى. فإذا صلى المسلم ركعتين في هذا الوقت هذا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تجزئ عن ذلك كله، يعني عن كل سلامة فينا التي تستوجب صدقة. كل سلامة تستوجب صدقة تصلي ركعتين في هذا الوقت تجزئ عن ذلك كله، يعني كأنك تصدقت بصدقات، بكل عن كل سلامة تصدقت بصدقة، عن كل مفصل تصدقت بصدقة، لأنك صليت ركعتين من الضحى بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح، حوالي ربع ساعة بعد طلوع الشمس، وإلى ما قبل الظهر بربع ساعة، إلى عشر دقائق، ربع ساعة، ربع ساعة أقل، لأنه حينئذ تكون الشمس وسط السماء فلا تجوز النافلة حينئذ، الوقت وقت نائم، إذا كانت الشمس وسط السماء في كبد السماء الوقت وقت نائم، ما قبلها تجوز الصلاة. متى؟ ملي كتكون الشمس مائلة. ما قبل الزوال فين كتكون الشمس مائلة؟ كتكون مائلة جهة الشروق، وكيكون ظل للأشياء جهة المغرب، يعني الأشياء كلها، الديور، الشجر، أي حاجة طويلة كيكون عندها ظل، كيكون عندها ظل جهة الغروب، لأن الشمس طالعة من جهة الشروق، وقبل زوالها كتكون في جهة الشروق. إذا قبل أن تتوسط السماء مازال الشمس مائلة، مازال لها ظل، كل ذاك الوقت يجوز أن تصلي فيه الضحى. الضحى، لكن شنو الأحسن؟ أفضل وقت، واش الضحى تصلى في أول الوقت ولا في آخر الوقت؟ في آخر الوقت الأفضل، يستحب يأخرها الإنسان إلى آخر الوقت. بدليل إيش؟ بدليل السنة الفعلية والقولية بجوج. السنة الفعلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر الضحى إلى آخر الوقت. والسنة القولية، قال عليه الصلاة والسلام، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال شنو هي؟ الفصال هي أولاد النوق. الأولاد ديال النوق ملي كتكون صغيرة كيسميو الواحد فصيل، الواحد فصيل، والجمع فصال. وش معنى ترمض؟ حين تشتد الحرارة في الأرض فلا تستطيع الوقوف على الأرض لصغرها، لأن الفصيل يالله وليد عاد تولد صغير، كيكون ذاك الولد ديالنا مازال صغير، مازال ما كيقدرش يوقف على الأرض من شدة الحرارة، ملي كيشتد الحر وسط النهار، لأنه يعني إمتى كيكون الوهج؟ وسط النهار، ملي الشمس كتكون وسط السماء ديك الساعة وقت الوهج، فديك الفصال ما كتقدرش توقف من شدة الحر. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي صلى الضحى في ذاك الوقت فتعد صلاته صلاة الأوابين، أي هذه صلاة الضحى في ذاك الوقت هي صلاة الأوابين، حين ترمض الفصال، أي تقوم الفصال، تقوم، لا تستطيع أن تجلس ولا تستطيع أن تقف، تتحرك، اللي هي الصغار من النوق لشدة الحرارة حينئذ. وهذا الترمض، هذا الفعل مشتق من الرمضاء، مأخوذ من الرمضاء، والرمضاء في الأصل هي شدة الحرارة، ومن بعد صارت تطلق على الصحراء لشدة الحرارة فيها، أنك تكون ما كاينش ظلال، ما كاين لا أشجار ولا شيء له ظلال، فكتكون شديدة الحر، فأطلق عليها الرمضاء لشدة حرها ولعدم وجود ما يستظل به فيها. فالمقصود أنه يستحب إلى صلاة الإنسان في أول وقت لا بأس، تعد صلاة الضحى وتجزئ من ذلك كله، فيها هذا الأجر، أي فيها، حنا كنتكلموا على من جهة أفضل وقت. السنة الفعلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب التأخير، ومن جهة القول قال عليه الصلاة والسلام، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، إلا مع المشقة، إلى الإنسان يشق عليه ذلك، واحد في ذاك الوقت كيكون في عمال ولا كذا، ولا يشق عليه، على كل حال يصليها في ذاك الوقت يجد حرجا، فليصليها في أول الوقت لا بأس بذلك. إذا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث أمرا يظهر في أوله أنه صعب، لكن في الأخر فتح لنا النبي صلى الله عليه وسلم الباب وبين لنا أن الأمر يسير وليس بالصعب، لأن المسلم كيسمع في الأول يصبح على كل سلام أحدكم صدقة،
يجد الامر شاقا صعبا. يقول كي ندير انا نتصدق ب 360 صدقه كل نهار؟ صعب هذا. لا، الامر خفيف، لان الله تعالى سارنا في باب الصدقات. قال لنا ماشي ضروري تكون صدقات ماليه، ماشي ولو كانت صدقات ماليه غيكون الامر شاق. ولا لا، لا ماشي ضروري. ممكن انت جالس في دارك وتصدقتي 360 صدقه واكثر كاع من ذلك، اكثر من ذلك. ها واحد صلى هذه الصلاة وذكر الله، سبح ما شاء الله يسبح، وهلل ما شاء الله وكبر، إذا فات الصدقات المطلوبة، تجاوزها، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر تجاوزها. فالله تعالى فتح لنا أبوابا كثيرة من أبواب الخيرات، ويسرها وسهلها علينا سبحانه وتعالى. غير كما يقول أهل العلم، غير اللي بغى يتعنت، وإلا الله تعالى سهل علينا الأمور ويسرها وفتح لنا الطرق والأبواب ديال الخيرات، وهي في المتناول. بل قال لنا الله تعالى أي شيء فيه مشقة عليكم بحيث لا تطيقون ولا تستطيعون فعله فإنه مرفوع عنكم، لستم مكلفين به. زاد خفف علينا إلى شي حاجة فيها مشقة شديدة بحيث لا نطيقها ولا نستطيع فعلها فلسنا مكلفين بها، يرتفع التكليف بها، كنبقاوش مكلفين بها. وفتح لنا أبواب الخيرات. إذا غير اللي ما بغاش يستقم، اللي ما بغاش يستقم على دين الله تعالى، وغير اللي ما بغاش يدخل الجنة، اللي ما بغاش يدخل الجنة ويصدق هذا، هذا المعنى، هذا يبين لكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إذا دابا من هذا الحديث كيبان لكم المعنى ديال قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. صحيح ولا لا؟ أي اللي ما بغاش، الباب سهل، يسير، سهل، أعمال يسيرة وسهلة ديرها وأنت جالس وأنت مرتاح وأنت في العمل ديالك وأنت في دارك، وفيها أجور كثيرة، حسنات غزيرة وسهلة. كل تسبيحة صدقة، كل تحميلة صدقة. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، أي اللي ما بغاش يدخل الجنة، وإلا فطريقها سهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وإنه ليسير، لما أرشده إلى أبواب الجنة، إلى طرق الوصول إلى الجنة ودخولها، قال ليه: وإنه، أي العمل اللي كيدخل الإنسان الجنة، ليسير على من يسره الله تعالى عليه. إذا هذا حاصل الحديث. الحديث الثالث قال: وعنه قال، عن نفس الصحابي، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. كيقول النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. عرضت علي، شكون عرضها عليه؟ الله تبارك وتعالى. وعرضها عليه ايش معناه؟ أي بلغه إياها عليه الصلاة والسلام. الله تعالى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال، الحسن منها والسيء منها. إذا عرضت على رسول الله، أي بينت له بطريق الوحي، واللي بينها لي هو الله سبحانه وتعالى. قال: لما عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، يعني عرضت عليه الأعمال، المحاسن من الأعمال والمساوئ من الأعمال، أش قال عليه الصلاة والسلام؟ فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت من المحاسن ديال أعمال هذه الأمة، مما يدخل في الأعمال الحسنة، في الأعمال التي ينال بها المسلم الأجور والحسنات، كيأخذ بها أجور وحسنات. أش واحد العمل تا هو شو؟ ما زلنا في نفس الموضوع، عمل يسير سهل. شنو هو هذا؟ الأذى يماط عن الطريق، الأذى يزال عن طريق الناس. هذا وجده النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرضت عليه أعمال أبرزت له وأظهرت له، شافها عليه الصلاة والسلام وبينت له، لقى هذا من محاسن أعمال، من محاسن الأعمال، الأذى يماط عن الطريق. عمل سهل يسير، ولكننا في كثير من الأحوال نتكاسل عنه، نتكاسل، صافي، عمل جميل وفيه خير كثير نتكاسل عنه. إلى دار الإنسان احتسب به الأجر عند الله تبارك وتعالى، فله به أجر عظيم. أي شيء يؤذي الناس تزيله عن الطريق، أي شيء، عود، شوك،
نار أي شيء أي شيء شيء حاد ولا من خشب ولا من أي شيء إن كان قد يؤذي المسلمين، يؤذي الناس، إما مثلا يؤذيهم في أبدانهم ولا يؤذيهم في ثيابهم ولا يعرضهم للضرر ولا يتلف لهم أموالهم، أي شيء ممكن يكون. مسمار لقيتي في طريق، ممكن هذا المسمار هذا يؤذي واحد من المسلمين، أو أن يتلف يضيع شيئا من أموال المسلمين، هذا أذى. إلى غيضيع هذا المسمار هذا غيضيع دراجة تمر، هذا المسمار هذا يتلفها ويضيع شيئا منها، هذا من الأذى ولا لا؟ من الأذى. ولا سيارة أو غير ذلك. وشد المسلم ذاك الشيء اللي خشي خاف أنه يؤذي شي واحد من المسلمين فأماطه عن الطريق، حيده أزاله حيده عن الطريق، خداه ورماه في مكان بعيد عن طريق الناس باش ما يؤذيش الناس، واحتسب الأجر عند الله له حسنات. نعم له حسنات. وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم، راه ملي كيقول عرضت علي الأعمال، وشوفوا تأملوا معايا مزيان الحديث، دابا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول عرضت علي أعمال أمتي، واش عرض عليه غير إماطة الأذى عن الطريق؟ الأعمال راه عرض عليه قيام الليل والصيام وقراءة القرآن وطلب العلم، أعمال كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم شنو اللي لفت انتباهه وأعجبه ووجد أنه من محاسن الأعمال، وذكروا لنا بالخصوص خصه بالذكر، إماطة الأذى عن الطريق. عرضت عليه الأعمال كلها حسنها محاسن الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباهه هذا ونبه الأمة عليه بالخصوص، لأن ذيك الأعمال معلوم حسنها، معروف عند الناس أنها أعمال حسنة، لكن إماطة الأذى عن الطريق شيء يجهله كثير من المسلمين، وكثير من المسلمين قد لا يتصورون أنه قربة، أنه عبادة، أن بذلك صدقة، يفوتهم هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا راه تعرضت لأعمال، ما ذكر لنا لا حج لا عمرة لا قيام ليل ولا شيء، ذكر لنا إماطة الأذى عن الطريق. والحديث اللي كنا ذكرنا في الدرس الماضي، قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا هذا من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق، إزالة ما يؤذي الناس عن الطريق من الإيمان. ولاحظوا عبارة الأذى تفيد العموم، تفيد الأذى محلى بالجنسية، تفيد العموم. أي شيء يؤذي، الأذى أي شيء يؤذي، الإذاية سواء كانت حسية ولا معنوية، والإذاية سواء كانت للإنسان أو لماله، شي حاجة ما غتأذيش واحد إنسان لكن غتأذيه بهيمة ديالو، تأذي لي شيء من ماله، بهيمته خيمته حوايجه أي شيء ممكن أن تكون سببا في الإذاية. جيت أنت أيها المسلم بهذه النية، قلتي هذه تقدر تأذي شيء مسلم وهزيتها، فلك بذلك الأجر والثواب عند الله تعالى. فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يزال عن الطريق. بل اعلموا أيها المسلمون أن الفقهاء ذكروا واحد المسألة تغيب عنه، لو أن أحدا وضع شيئا في طريق الناس، رمى شي حاجة عمدا، تعمد ماشي طاحت ليه من جيبه، لا تعمد يرميها، واخا هو قال لا ما غدير والو، المهم هو تعمد يلقيها في الطريق، وترتب عليها ضياع مال، فإنه من ناحية الشرعية الفقهية ضامن شرعا، يجب عليه الضمان شرعا. واحد من الناس تعمد، هو قال راه ماشي مشكل ما يوقع والو، ما دمج ما قصدش يأذي شي حد، ولكن قصد يرميها في الطريق، فرق بين الأمرين، هو ما كان قاصد يأذي حد، لكن كان قاصد يرميها ماشي طاحت ليه، واضح. رمى مثلا قشرة موز في الطريق، بسبب هذيك اللي رماها جاء واحد سقط بسببها، فذهب بعض أعضائه، مثلا شي عضو من أعضائه ذهب، ترس لي شي عضو من أعضاء ولا كذا، شرعا يقول الفقهاء يجب عليه الضمان. هنا الضمان الذي يجب عليه هو ما يتعلق بالجنايات، ديك الأحكام اللي كان سقطت معنا في بلوغ المرام ديال ما يجب على المسلم أداؤه من الدية في الجنايات، راه كاين الدية ديال النفوس وكاين الدية ديال الجنايات، ديال اليد ديال الصباع ديال العين ديال، غنرجعوا لديك الأحكام. أو مثلا ديك الخشرة ديال الموز كانت سببا في ضياع ماله، شي حاجة من ماله، مثلا دابة مثلا من دوابه سقطت بسبب ذلك وانكسرت رجلها ولا ماتت ولا، يجب عليه الضمان. علاش؟ لأن الفقهاء كيقولوا العمد والخطأ في حقوق الناس سواء، في باب الضمان العمد والخطأ سواء، احنا ما كنقولوش هو آثم من هذه الناحية، لكن من ناحية الضمان يجب عليه الضمان، تعمد ولا ما تعمدش، لأنه تسبب
سبب في إتلاف مال الناس، تسبب في إتلاف مال المسلمين. واضح المعنى؟ علاش انا ذكرت هذا الحكم الفقهي؟ لتعلموا ان الامر خطير، ليس بالسهل، راه ماشي امر عين هذا، ولهذا لا ينبغي للمسلم ان يتهاون به وان يتساهل فيه. ولا الناس افسدوا والناس اساءوا فلا تسيء مثلهم، ما تشبهش بالناس في الاساءه. اذا اساء الناس، لان كاين بعض الناس يقول لك راه كل شيء كيدير هكذا، وراه كاع الناس، اذا اساء الناس فلا تسيء، لا تكون امعه. وإنما تنافس مع المحسنين في إحسانهم، إذا أحسن المحسنون فأحسن، إذا أحسن الصالحون فتنافس معهم في الإحسان، أما إذا أساء المسيئون فلا تتشبه بهم، ما تسيئش كما يسيئون، يتحملون أوزارهم غدا يوم القيامة، إذا سأتيت أنت تتحمل الوزر غدا يوم القيامة. إذا فالأمر خطير، فعلى المسلم إذا إلى شوفوا نرجعوا لذاك الحديث الأول اللي بدينا به الدرس، شنو نقولوا؟ نقول لك شتي أيها المسلم، إلى كاع ما لم تلقي الأذى عن الطريق فأقل شيء لا تلقي الأذى في الطريق، كف شرك عن الناس، فلك بذلك صدقة، أقل شيء لم تمط أذى عن طريق الناس فلا تلقي الأذى في طريق الناس، لأنك إلا لقيتي في طريق الناس وتأدى شي حد راه شرعا يجب عليك الضمان، وإلا كنت متعمد فأنت آثم. غنتقلوا من الضمان ونتكلموا فيما بينك وبين الله، ديك الساعه انت آثم فيما بينك وبين الله، وعاد يجب عليك ضمان ما اتلفته من المتلفات. اذا قال عليه الصلاه والسلام: فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يماط اي يزال عن طريق. الاذى قلنا اي شيء يؤذي من شوك او عود او مسمار او غير ذلك. قال: ووجدت في مساوئ اعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. النخاعة هي النخامة، قالوا النخاعة هو النخامة، تكون في المسجد لا تدفن. وسميت النخامة نخاعة لأنها تخرج من النخاع. كيفاش قال النبي صلى الله عليه وسلم النخامة تكون في المسجد لا تدفن؟ شنو معنى الكلام؟ نبين لكم هذا. اعلموا أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا بالفرش كما في زمننا هذا، كان مفروشا بالحصى. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالتراب والحصى، الحجارة الصغيرة، التراب والحصى، كانوا يصلون على ذلك، ويدل على هذا يؤكده قصة الأعراب الذي بنى في المسجد. فالمسجد ما كان مفروشا بحصير ولا غيره من أنواع الثياب الموجودة الآن، من أنواع الفرش الموجودة الآن. فإذا في ذاك الزمن ملي كان المسجد مفروش بالتراب والحصى، كان الإنسان إذا اضطر أو إذا أخطأ كاع، هو غلط وخطأ وما خصوش يدير، لكن أخطأ فأقل شيء أش يدير؟ يدفنها بالتراب، هذا أقل شيء. غلط خطأ وألقى نخامة في المسجد، فأقل الأحوال باش يخفف ذاك الشر ديالو أن يغطيها بالتراب، يدفنها بالتراب، يديرها لتحت، يشطراب ويديرو فوقها. قال: وجدت في مساوئ أعمالها النخامة، النخامة، قال: لا تدفن، تكون في المسجد ولا تدفن. إذا إلقاؤها أصلا ممنوع، وإذا ألقيت فيجب أن تدفن. فإذا ألقاها هذا في الزمن الأول، ألقاها الإنسان ولم يدفنها، فهذا من مساوئ الأعمال. طيب في زماننا مسجد، فكيف بالنخامة؟ النخامة أشد، أشد. لكن لو فرض أنها ألقيتها والإنسان وقع في مخالفة، فلا أقل من أن يزيل هذا، مع أنه ما يدفنهاش، ولكن كيف؟ يمسحها، يحكها ويزيلها بالوسائل الحديثة، بتوب آخر، بقليل من ماء، بالأشياء، بالوسائل الحديثة. ولا يزال بها النخامة والنخاعة. فإذا الأصل أن بيت الله تعالى، أن المسجد يجب تعظيمه، فلا يجوز للمسلم أن يلقي فيه بساقا فضلا عن النخامة، لا بساقا ولا نخامة، وإن وقعت فيجعلنا هذا. قال: وجدت في مساوئ عملها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. إذا هذا الحديث شنو خاصنا نستفدوا منه؟ خاصنا نستفدوا منه فائدتين. الفائدة الأولى أن إماطة الأذى عن الطريق عمل جليل عند الله، وإن رآه الناس
وإن ظنه الناس عملا يسيرا، أو خيبان لك عمل يسير ربما ما تحتسب فيه لا أجر لا والو، وتقول ما درت والو، تحس براسك صليتي ركعتي مزيان ولكن لا درتي هذا، ليس كذلك. فإذا استفدوا أن إزالة إماطة عن طريق راه عمل جليل عند الله، غير احتسب الأجر عند عملك لذلك العمل. أخلص لله، ديروا لله ماشي رياء وسمعة باش تشهر بين الناس بيقولوا فلان ما شاء الله كي. لا، أخلص العمل لله واحتسبي الأجر له، لك أجر عظيم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية اللي كنستافدوا أن البساقة في المسجد أو النخامة في المسجد أمر خطير، ماشي هين، ماشي سهل، لا يجوز للمسلم أن يستسهل يقول هذا أمر هين يسير، لا، أمر خطير. هذاك بيت الله يجب أن يعظم، أن يجل، واضح المعنى. فإن كنت لابد باسقا فابصق في ثيابك، لا بغيتي تبصق بصق في وجهك ولا تبصق في المسجد، إن كان ولا بد فاجعل ذلك في ثيابك. هذاك بيت الله يجب أن يعظم، فالأمر ليس باليسير، هو أمر خطير. الحديث الذي بعد هذا الحديث الرابع، وعنه أن عنه، إذا شوفوا هذه ربعات الحديث كلها الراوي ديالها من الصحابة، أبو ذر الغفاري جندب بن جناتة رضي الله تعالى، كلها هذا الرابع، هذا أن ناسا، وهو من أحاديث الأربعين النووية هذا الحديث، أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث تقدم في بلوغ المرام، لعله تقدم في بلوغ المرام، ونمر به هنا إن شاء الله مرورا سريعا للتذكير ببعض ما سبق وللتنبيه على بعض ما لم يسبق. قال أبو ذر كيحكي لنا واحد القصة، شو هذه القصة؟ أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى رسول الله، هذ الناس من أصحاب رسول الله، هؤلاء ذو همة عالية، هذو ماشي ناس عاديين، لا، هذو الصحابة الكرام ذو الهمم العالية في السير إلى الله، ذو الهمم العالية في الآخرة، عندهم همم عالية في التنافس في أعمال الآخرة. لكن هاد الصحابة اللي جاوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كيسولوا، كانوا كيجتهدوا في أعمال الآخرة وكيتنافسوا فيها، لكن كانوا فقراء ما عندهمش، ما كانت لهم فضول مال يتصدقون به، ما عندهمش أموال زايدة كثيرة باش يتصدقوا، لا تصدقوا كيتصدقوا بما يسر الله لهم شي حاجة قليلة. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون من هذا، صافي هذا هو الذي همهم وهذا الذي أشغلهم هذا الأمر، أنهم كيجتهدوا في أعمال البر ولكن الصدقات ما عندهم كيديروا بها، لا طاقة لهم بها لأنهم فقراء ما عندهمش باش يتصدقوا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون من هذا، كيشوفوا إخوانهم من الصحابة الأغنياء يتصدقون وهم ليس لهم ما يتصدقون به، فجاءوا إلى الفقراء قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور إلى آخر الحديث. إذا نرجع إن شاء الله قصتهم وما أجابهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلم وأعلم بما يحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام.